استعراض مباريات اليوم النهارده في مجموعه من المباريات في دوري ابطال اوروبا واستكمال مباريات الجوله الامس وكمان في مباريات في الدوري الانجليزي. نبدا بمباريات دوري ابطال اوروبا وجوله الاياب. طبعا قمه الجوله في دور ال 16 مباراه ريال مدريد وليفربول، مباراه تقام على ملعب سانتياغو برنابيو ملعب الريال، وهتكون الساعه 10 بتوقيت القاهره. كلنا فاكرين طبعا مباراه الذهاب اللي اتلعبت في ملعب الانفيلد انتهت بخساره ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدفين، وبالتالي ليفربول عشان يتأهل محتاج يكسب 4-0. نابولي في مواجهة مع انتراخت فرانكفورت، أكيد يعني أكيد مواجهة محسومة لأن نابولي كسب في ألمانيا بنتيجة 2-0، فصعب جدا أن الفريق الألماني يكسب نابولي في إيطاليا 3-0. طيب مباراة الدوري الإنجليزي الساعة 9:30 النهاردة في نفس التوقيت المباراتين، ساوثهامبتون بيستضيف برينتفورد وبرايتون بيستضيف كريستال بالاس. النهارده ان شاء الله هتكون مواجهات حاسمه، وباذن الله نستمتع بمواجهه القمه ما بين الريال مع ليفربول.